إحياء وذكرى 63 لاستشهاد البطل محمد العربي بن مهيدي في عين مليلة لم تحمل أي جديد يذكر، فالفيلم السينمائي الذي سبق وأن أكد بخصوصه وزير المجاهدين وفي عدة مناسبات بأنه سيعرض قريبا أرجع الإعلان عن تاريخ عرضه مجددا. كنت نتمنى باللي هذا اليوم نجيبوا الفيلم معنا، معليش ماذا حق وراء الطالب، ويعني والتاريخ يعني ما يرحم الأشخاص، ما يرحم الوقت. إجراءات تحويل مسكن الشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي إلى متحف تعرف بعض الإشكالات والتي حالت دون تحويله إلى ملحقة تتبع متحف المجاهد، يقول الطيب زيتوني، وأن جهدا يبذل بهذا الخصوص. في المقابل نجحت مجموعة من شباب مدينة سوق نعمان في أم البواقي من إنتاج عمل فني يؤرخ لحظة استشهاد حكيم الثورة العربي بن مهيدي. أولا هذا العمل اللي قامت به جمعية شمس ومؤسسة فكرة للإنتاج السمعي البصري هو عبارة عن نشاط ثقافي، حاولنا ولو بالقليل لنسهم في تخليد ذكرى الراحل محمد العربي بن مهيدي، هذا الشهيد البطل الذي هو غالي على نفوسنا وعلى قلوبنا. وتزامن مع ذكرى 3 من مارس لذكرى الراحل البطل، يعني انتقينا هذا العمل وهو شكل أنشودة في فيديو كليب، نتمنى وإن شاء الله أن تكون في حسن إعجابكم إن شاء الله. ستظل ذكرى رحيل الشهيد البطل الذي أرعبت ابتسامته العدو الفرنسي مناسبة لاستلهام الدروس والعبر وذكرى عزيزة على كل الجزائريين.